السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء الاستثنائي جدا، الأهلي ينتخب. الأهلي ينتخب نافذة يومية يطل منها السادة المرشحون لمجلس إدارة النادي الأهلي من خلال الانتخابات الحالية على كل أعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. الأهلي ينتخب فرصة تخصصها قناة الأهلي بمنتهى الحرص على قواعد الديمقراطية وقواعد الممارسة النزيهة لكل السادة المرشحين، لأنه في النهاية كما نؤمن جميعا أنهم كلهم أهلي. مؤكد أن كل السادة المرشحين اللي تقدموا بأوراق ترشيحهم لانتخابات مجلس الإدارة الجديد، الكل يبغي مصلحة الأهلي، الكل يسعى لتقديم كل جهده وفكره لمصلحة النادي الأهلي. من هنا كان حرص قناة الأهلي الحقيقة في ممارسة ديمقراطية مسؤولة جدا ومنضبطة على إتاحة الفرصة لكل السادة المرشحين بالتساوي من خلال الأهلي ينتخب. هذه النافذة اليومية اللي هنخصصها مع حضراتكم ابتداء من 10 مساء كل يوم ولمدة 90 دقيقة هيتوالى ظهور السادة المرشحين تباعا لغاية فترة الصمت الانتخابي اللي بتسبق انعقاد الجمعية العمومية يوم 25 و26 نوفمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد. كل سنة وانتم طيبين.